نصف فرح. بس اهم شيء ينفع نكمل مع بعض. دايما بتساليني اسئله محرجه. اهلا واضح، انا احمد مجدي. يا ترى في اسرار ما قلتهاش لحد؟ مستحيل، اصل انا مش الشخص ده. انا كل الناس عارفه عني كل حاجه، يعني في 3 4 عارفين كل حاجه اصلا. مش بعرف اخبي قوي بصراحه. اغرب عاده؟ لا كتير كتير. مش عارف ابدا منين. انا مش ظريف شويه مثلا في بيتي؟ ان انا كل حاجه في مكانها، عارف كل حاجه فين. يعني تقولي لي مثلا ما عندكش دبوس مثلا طوله قد كده، فانا هقول لك في المكان الفلاني. ولما حد بقى من صحابي مثلا يبقى قاعد من عندي كام يوم او كده ويغير حاجه او بتاع، بتقفل جدا. فدي حاجه طبعا مرضيه شويه بحاول اظبطها. بحب ارمي صواريخ من بلكونه على الناس، واحب اطلع سطوح بالبتناج. باتمان طبعا، باتمان عشان البس البدله وهو مش موجود. ممكن ايه كمان؟ انا بحب قوي برضو اسمه ايه ده، باكس باني برضو بحبه. يعني ذكي جدا ورخم، بحبه قوي. بحب ابقى جنبه برضو، اعمل معاه حيال وكده. اوهوهو، الحاجات الصعبه اللي نفسي اعملها كتير. نفسي انط طبعا من الطياره، ونفسي اعمل دايفنج. نفسي بقى طبعا انتج فيلم كبير، نفسي اخرج عمل كبير. يعني في حاجات كتير فيزيكال، في تحديات ليها علاقه بالفيرز، وفي حاجات ليها علاقه بالطموحات طبعا والاحلام الفنيه. حاجات كتير لسه. هو في حاجه بحبها في نفسي بس هي مش حلوه قوي، بس هي عمرها ما خذلتني. ان انا دماغي ناشفه شويه، لما بعوز حاجه او بركب دماغي على حاجه، يعني حتى مهما مين قال لي ما تعملهاش بعملها. فدي حاجه مش لذيذه للناس اللي حواليا، وبتتعبني لان الناس اللي حواليا بيتعبوني، لكن عمرها ما خذلتني. لما افقد ثقتي بنفسي في وسط مكان يستدعي الثقة بالنفس. ان انا ابقى لوحدي، يعني ان انا ابقى سيبوني لوحدي، اقعد لوحدي ما اعملش حاجة. بحب اقعد في البلكونة اتفرج على النيل، بحب انزل بالموتوسيكل. دي اكتر حاجة بحب اعملها لما ابقى لوحدي. هو انا في مخاوف كتير من وانا صغير كنت بشتغل عليها، يعني الخوف من الضلمه اشتغلت عليه وهزمته، الخوف من الحاجات المقفوله هزمتها. بس هو طول الوقت معركه هزيمه المخاوف دي، او يعني حرب المخاوف دي موجوده. اوه ياما الواحد غار من حاجات كتير ومن ناس كتير طبعا. وبس هو يعني هو شعور انساني جدا وغيره، ولكن لابد التعامل معاه فورا، لانه ممكن يتحول لحاجه سامه جدا ليا وللاخرين. فاظن مع الوقت ومع السن الواحد عارف يتعامل معاه. بلدي جدا، ما بعرفش ابعد عن القاهره بالذات اكتر من اسبوعين. شكرا. واضح.